أين شكري؟ دكتور زكي، سمعنا عن مشروع النهضة بس عايزين نسمع عنه من حضرتك يا دكتور. وأنا برحب بكل رجال الإعلام، خصوصاً المذيعات اللي في سن حضرتك. مشروعي مشروع ضخم، مشروع نهضة، بس محتاج أكتر من سنة عشان يتنفذ. لازم الناس تصبر شوية. أشتغل أنا إزاي في الظروف دي؟ ومع ذلك تعالي أوريكي إحنا وصلنا لحد فين. تعالي يا فندم، تعالي. بس على شرط الحالات اللي أنا بعالجها محدش يعرف، ده سر. I know دكتور زكي، thank you. اتفضل بينا يلا. بصي، أنا مش عايز أتكلم عن نفسي كتير. أنا عارف إن الفرصة جاية بالرغم من مطاردة كل النجوم اللي حواليا. إيه ده؟ أنتي مش عايزة تمثلي؟ أصل أنا بصراحة شايفك جان قوي زيادة عن اللزوم. بحضر فيلم مع صديقي الفنان عمر الشريف، بس هلا مش هقدر أتكلم عن الموضوع بتاع الفيلم، مش مصرح لي يعني. هنا تلفزيون، ياما شايفاني؟ عندك في تلفزيون؟ بص يا أستاذة، والله العظيم الواحد مش عارف يقول لك ايه. هنشتغل ازاي يعني؟ احنا ونغني في وسط الظروف اللي احنا فيها دي والاصوات اللي بنسمعها كل يوم؟ ده الفن خلاص اتلوث. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الحمد لله يا رب. انا كنت عارفه بجد ان برنامج صباح الخير يا جواز هيجي وهيحل مشكلتي. بس ده مش صباح الخير يا جواز. ولا مساء الخير يا جواز. انا ازاي ما شفتش الجمال ده قبل كده؟ تسمحي تقبلي مني الورده دي؟ انت مصاحبه؟ ما خبيرش، بس احب اقول لامي في البلد. ياما فاكره قلت لك بلاش؟ قلت لي هي دي اللي هتخاف عليك وتسونك. ياما ده انا اللي بخاف منها. ياما عبلة الهبلة دي اكبر مقلب شربته في حياتي. عن اذن ابله المذيعك ده، احب اوجه شكري للمسجولين واقول لشكري احنا مش عارفين نقول لك ايه. سيب يا بيه، حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ياسمين ياسي شكري. ومعانا مدير امن العماره استاذ مرعي. اهلا وسهلا. انا مرعي، ضابط المباحث بتاع العماره دي، عشان في ناس بتفهم حاجات غلط وكده. وبعدين انا احب اوجه شكري بس شكري غير شكري اللي هم كانوا بيتكلموا عني ده من شويه. واحب اقول له ان انا في الخدمه، ولو انت عايز افجر نفسي هفجر نفسي وزي الفل، وكل سنه وانتم طيبين. طب وايه رايك في دكتور زكي؟ دكتور زكي مين؟ هو مش في العماره؟ ايوه دكتور زكي، والله يعني هو بني ادم كويس. وبعدين يعني ربك ستر حاليه. ايه هو ساكن في الدور الكام؟ مش فاكر. ازاي انت مش مدير المباحث بتاع العماره؟ مش فاضي، ما بتنقلش من هنا. طبعا نشكر استاذ مرعي على وجوده معانا، رئيس مباحث العماره، ونقابلكم في حلقه جديده. باي باي. نشكر دكتور زكي على مجهوداته العظيمة معنا النهاردة، وفي حلقة جديدة من برنامجكم طب من بقك. وأنا بشكركم جدا على وجودكم معنا النهاردة، وأتمنى تكونوا اتبسطتوا. ويا جماعة الموضوع ده في السر، في السر زي ما اتفقنا. كات حلو ده يا أستاذة. اتفضل. كان عندي سؤال مهم جدا. أكيد اتفضل. يا ترى بقى مين شكري ده اللي كانوا بيتكلموا عنه؟ ها؟